ودلوقتي احنا لسه مكملين كمان كلامنا مع حضراتكم، يعني في برضو ملف الرياضه. والحقيقه عندنا نماذج مشرفه لابطال مصر في التجديف، واللي حققوا نتائج هايله في البطوله الافريقيه لتجديف الشواطئ واللي اقيمت في تونس وشارك فيها 12 دوله. حصل الاتحاد المصري للتجديف على المركز الثاني في الترتيب العام للبطوله بعد تونس، وقدرت بعثة المنتخب المصري لتجديف الشواطئ انها تحصد ميدالية ذهبية وسبع ميداليات فضية وميداليتين برونز. خلينا نرحب بضيوفنا اللي بشرفنا في الاستوديو، اللاعب عمر القماطي الحاصل على الميدالية الذهبية في سباق زوجي مزدوج المجداف ناشئين، وايضا اللاعبة هنا باسم الحاصلة على الميدالية الفضية في سباق فردي ناشئات، واللي جايين علينا من التمرين دلوقتي. صباح الخير عليكم. صباح الخير. هنا هبدا معاكي ليديز فيرست يا عمر، معلش سامحني. هنا هبدا معاكي، يعني عايزه اعرف منك كده، كلميني عن البطوله، ازاي استعديتي للبطوله، ازاي لما عرفتي ان انت هتشاركي فيها قدرتي تهيئي نفسك ازاي ليها؟ هو في الاول احنا كنا عارفين امتى ميعاد البطوله، بس بنصفي وقبليها بشويه كده عشان نشوف مين الناس اللي هتسافر وكده. فاحنا عدينا بكذا مرحله تصفيات يعني، فبعد ما عدناهم كلهم اتمرنا شويه في المعادي يعني في النيل عادي، بعدين سافرنا معسكر في الغردقه اتمرنا اسبوع كده بمراكب اللي هي بتاعه تجديف الشواطئ، هو ما فيش في مصر كتير بس مرنا بيهم. وبعدين بقى قبليها رجعنا تاني وصفينا مره كمان، وبعدين بقى سافرنا واتمرنا يعني. طيب عمر، الميداليه الذهبيه الوحيده للمنتخب المصري في البطوله دي، طبعا مبروك. الله يبارك فيك. وعشان يعني تقدر تفوز بميدالية ذهب أكيد كان ليك استعدادات قوية جدا، مشاركتك كمان كانت قوية جدا، كلمي كمان عن مشاركتك في البطولة. وإحنا كنا طبعا نفس التمرين مع المنتخب وكل حاجة، وإحنا بس كناش بنفوت ولا تمرينة، وعلى طول بنعمل اللي علينا وأكتر كمان وكل حاجة. ولما سافرنا هناك في تونس كنا مركزين في كل حاجة، مركزين في الأكل، مركزين في الشرب، في النوم، فأهم حاجة الصلاة طبعا، وبس كنا مركزين في كل حاجاتنا بزيادة يعني. طيب هنا وعمر، السؤال ده ليكم انتوا الاثنين، يعني اعرف انه مثلا ممكن حد يبقى عايز يلعب كورة للولاد او البنات، برضو هنا انت كمان بتلعبي كورة، باليه مثلا البنات، ووتر بولو للولاد، يعني في العاب كده بتبقى ورياضات كده خلينا نقول ان هي الشعبيه اكتر او الكومن اكتر، بيبقى دايما الولاد والبنات عايزين يلعبوها بشكل كبير، بس انتوا الاثنين اخترتوا التجديف. وبمناسبه كمان يعني هنا وعمر قرايب ولاد خاله وهما الاثنين بيلعبوا نفس الرياضه، فعايزه اعرف منكم كده ليه اخترتوا الرياضه دي تحديدا، وهبدا بهنا. يعني احنا في الاول ما اخترناهاش قوي يعني، هو بابا عمر كان بيودينا وكده، بعدين احنا بقى ابتدينا نحبها لان هي مش ما فيش في مصر هنا كتير يعني، مش اي حد يتمرن تأديف يعني، بس ممكن اي حد يلعب كوره. فلقينا هي حاجه مختلفه ومسليه يعني، يعني تنزلي مركب الصبح الساعه 5 الفجر تتفرجي على الشروق وكده، فدي حاجه يعني حلوه جدا يعني. وانت يا عمر؟ نفس الكلام، احنا كنا مشغولين مش بمزاجنا الاول، بس طبعا هي محتاجه يعني قوه اكتر من بقيه اللعبه، مثلا حاجات تالنت اكتر شويه من الالعاب التانيه، وطبعا مش كل الناس بتعرف تصحى الصبح بدري وكده، فاحنا لما عجبنا الصحيان بدري بتبقى شايف الشمس على طول بتطلع، المناظر والكلام ده، فعجبتنا وابتدينا نتمرن ولقينا نتائج فكملنا فيها. احنا شايفين دلوقتي على الشاشه اهو ماتيريال برضو لرياضه التجديف، بقى اللي قلنا على المشهد ده، ده كان ده السباق بتاعي، ده الفاينل، الفاينل اللي هو فردي ناشئات. السباق ده جبت فيه مركز تاني يعني، بعد البنت اللي كنت بلعب ضدها دي بطلة العالم يعني، اخذت اول في تجديف الشواطئ في انجلترا. طيب هرجع لك تاني يا عمر، ليه باباك كان مصمم على الرياضه دي تحديدا؟ هو عجبته لان يعني دي الرياضه الوحيده اللي بتكون بتشايف كل المناظر جنبك، بتخليك كده اللي هو مرتاح نفسيا وانت بتقدف وشغال فيها. فانت بتكون واخد مركبتك، ممكن على طول انت لوحدك عادي جدا تاخد مركبتك تنزل تقدف، تشم شويه هواء نظيف على الصبح وكده، فبتبقى يعني بتفتح النفس اكتر شويه. طيب هنا قولي بقى، في البطوله دي اكتر منتخب او اكتر لاعب كنت قلقانه منه او كنت عامله له حساب زياده شويه؟ هو المنتخب التونسي كله يعني، هو هما
عندهم امكانيات طبعا، عندهم كل مراكب اللي هي تأديف الشواطئ دي وبيتمرنوا عليها كتير قوي وبينزلوا بطولات كتير، وعندهم اللي هي البنت الناشئ والولد الناشئ، دول لسه جايبين اول عالم في الاسبوع اللي فات يعني، جابوا كل واحد جاب اول فردي، وهما الاثنين جابوا ثالث عالم في اللي هو الزوجي مختلط. فدول طبعا كانوا منافسه جامده جدا يعني، بس احنا الحمد لله حتى في السباق اللي هو الزوجي المختلط اللي انا نزلته هم يعني كسبونا تقريبا ثانيه او ثانيتين بس، فاحنا يعني عملنا قدامهم منافسات قويه يعني. طيب عمر، شايف لما بتروح بطولات ان كانت افريقيه او بطولات دوليه بتشوف المنتخبات التانية بتبص للمنتخب المصري ازاي من حيث المستوى؟ طبعا واحنا يعني اما بيبصوا لنا في بعض الناس طبعا اللي هم معروفين اكتر شويه بيبقوا يعني واخدين حذرهم منهم، بس كمصر عامه بيبصوا لنا اللي هو لا انتوا مش قدنا، لان احنا ما عندناش نفس القدره ولا المراكب ولا المقاديف ولا الكلام ده كله. احنا بنتمرن مثلا بربع اللي هم بيتمرنوا بيه، والمراكب بتاعتنا ممكن تكون المراكب القديمه بتاعتهم اصلا وكده، بس بنتمرن ونعمل على قد ما نقدر. بس يعني الحمد لله مش وحش قوي، مش بس يعني بيشوفوا برغم ان كله إن الامكانيات مش زي بره، بس بيشوفوا ان انتوا ادائكم قوي يعني جدا قوي على الامكانيات بتاعتنا. طيب كلموني بقى عن تمريناتكم، يعني كنت لسه زي ما بقول للساده المشاهدين انتوا جايين علينا من تمرين، كلموني عن تمريناتكم، خاصه انه انتوا اخر سنه خلاص مدرسه، فدي برضو بتبقى محتاجة أفرت، بتبقى محتاجة مجهود أكبر وتركيز أكبر في المذاكرة. فهبدأ بهنا، إزاي هنا بتقدري تنظمي وقتك؟ بتتمرني قد إيه في اليوم؟ إحنا تمريننا بيكون مرتين، مرة الصبح ومرة بعد الظهر أو العصر يعني على حسب المدرسة وكده. فأنا بروح الصبح التمرين، بعدين بطلع على المدرسة، وبعدين ممكن أروح شوية أقعد في البيت أريح، وبعدين أروح التمرين تاني وكده. أنت يا عمر؟ هو التمرين فعلا بتاع الصبح ده الساعة 5 الصبح، فكده كده مش معاد أي حاجة، فبنصحى نروح التمرين، ما بيكونش ورانا أي حاجة، بنرجع نفطر ونستحمى، وبعد كده نروح المدرسة، نرجع من المدرسة يا دوبك يا إما بناكل ونروح التمرين، يا إما نعمل الواجب ونروح التمرين، ولما نرجع نبقى نعمل اللي ورانا بقى أو اللي إحنا عايزين بتنام نعمله. إمتى مثلا؟ بنام يعني بالتعب، بنام بدري جدا. هو في ناس بتفتكر ان احنا مش بننام بقى عشان احنا بنصحى، لا بس احنا بننام كتير قوي اصلا. بننام اكتر من الناس العاديه يعني. يعني بتناموا يعني انتوا بتصحوا الساعه 5 الفجر، بتناموا بدري جدا طبعا. بننام عادي، ممكن ننام 9 ممكن ننام 10، لو بقى بنخرج وكده بالكتير قوي قوي ننام 12 يوم في الاسبوع. ده طبعا ما بيبقاش كل يوم يعني، ده يوم اللي عندنا بكره اجازه مثلا بالظبط. طيب هنا يمكن عمر كان بيتكلم على فكره انه احيانا لما بتبقوا امام منتخبات دوليه ممكن يبقى بتلاقوا انه مثلا المراكب مش احدث حاجه او مش بنفس الجاهزيه اللي موجوده عند المنتخبات بره. عايزه اعرف منك يعني الاتحاد بيقدم لكم ايه؟ الوضع اختلف قد ايه عما قبل مثلا ودلوقتي؟ ايه الحاجات اللي انت شايفه ان انتوا محتاجينها بشكل اكبر الفتره اللي جايه؟ هو اكيد في فرق كبير ما بين بره وما بين هنا، بس دي حاجه يعني مش في ايدين الاتحاد قوي يعني، اللي هو اللي في ايدهم بيعملوه، هما بيحاولوا يوفروا لنا كل حاجه، بس في فرق يعني كل سنه المراكب بتاعه التاديب كانت بتتطور، فالبلاد اللي بره بتقعد تتطور واحنا لسه ها يا دوب يعني بنحاول اللي هو نكاتش اب، فاهمه؟ فيعني في مراكب وكده مش زي اللي بره، بس احنا بنعرف نتمرن عليهم ومتخلص اتعودنا عليهم وكده، فلما بنسافر وكده نلعب بالمراكب الحلوه قوي بنحس اللي هو احنا بنطير اصلا. بس طيب انت يا عمر، هو الاتحاد بيعمل اكتر حاجه بيقدر عليها، عندنا برضو كام مركب عشان في يعني بعد ما نتمرن في المراكب العاديه بتاعه التمرين بتاعتنا نبقى نجرب في المراكب الجديده، بس برضو المراكب الجديده دي متأخرة 5 سنين مثلا عن المراكب اللي بره، ده كده أجدد مركب عندنا. ف يعني بس لما بنطلع بره طبعا بنحس إن المراكب مظبوطة أكتر، بتريح يعني المراكب القديمة دي بتوجع الجسم أصلا في التأديف يعني في الشغل بتاعنا، فلما بتنزل في المراكب التانية بتبقى نازل مستريح أصلا من يعني ستايلك بيكون مختلف، بتكون أحسن بكتير، والمركب أخف بكتير قوي كوزن وك يعني برضه السرعه في المايه، السرعه في المايه ما بتمسكش في المايه كده، المراكب التانيه بتمسك في المايه اكتر. بس بشكل عام انتوا حاسين انه الاتحاد بالفعل يعني عامل اللي يقدر عليه؟
مش شايفين ان في حاجه تقدر تتعمل اكتر من كده الصراحه. طيب اكيد بقى في حد زي ما احنا كنا بنتكلم مثلا باباك يا عمر كان مصمم ان انتوا تلعبوا الرياضه دي، بس انا عايز اعرف بعد كده بقى مين اكتر حد انتوا مثلا شايفينه سبورتيف، مين اكتر حد دعمكم، مين اكتر حد دايما كان بيشجعكم ان انتوا لا تتمرنوا، وان انتوا حتى لو ممكن يعني احيانا ممكن التمرين يجي شويه على المذاكره، في اوقات الامتحانات المذاكره تيجي شويه على التمرين، بس لازم حد طول الوقت يكون معاكم بيشجعكم، لانه هي طبعا تعب يعني فكره مذاكره وتمرين وتمرين وقت طويل وفي مواعيد مش سهله، فلازم يكون في حد دايما وراكم بيشجعكم. مين اكتر حد دايما كان بيشجعك يا هنا؟ اكيد طبعا اهلي ومدربين بتوعي، يعني سواء مدربين النادي او مدربين المنتخب، حتى ساعات كده بيجي لنا فتره تقريبا كل لعيبه التقديم مش بيحدش بقى ليه نفس يتمرن ولا ينزل يعمل تمرين ولا حاجه، بس دايما بقى اهلك يعني او مدربين يبقوا يقولوا لك لا يلا وهي فتره وهتعدي وكده. طب عمر انت لما بيجي وقت عليك بقى زي ما هنا قالت كده ما بيبقاش ليك نفس تتمرن، حاجه مضايقاك، تعبان شويه، ايه اكتر حاجه بتخليك لا هنزل التمرين؟ ان احنا لما يعني انا بحس من نفسي ان انا لما بتجيلي الفتره دي وبتمرنها الفتره اللي بعديها ببقى اعلى من كل حد جنبي بكتير، بيبقى تمريني احسن بكتير جدا، فلازم دايما في الفتره دي بالذات بضغط على نفسي وبتمرن احسن من العادي كمان. انت بتلعب كوره كمان، بس انت قلت لي بحب التأديف اكتر من الكوره، ودي يمكن حاجه على ولد في سنك على شاب في سنك ممكن تكون يعني غريبه شويه، ليه حبيت التأديف اكتر من الكوره؟ التأديف اكتر شويه مجهودك الشخصي، فانت بتبقى انت بتتمرن بتجتهد بتبتدي تكسب، والفوز طعمه احلى بكتير لما تكون انت لوحدك ومركز لوحدك. لكن انت مثلا هتقعد تعاني عشان فرقه مثلا في كوره او حاجه، وبعد كده في الاخر واحد يجي مثلا ما يبصيش ويشوط هو فتضيع فكلكم تضيعوا. انت عايز مجهودك وتبقى مسؤول عن مجهودك. طيب هنا التمرين في الشتاء متهيألي بيبقى أصعب صح؟ الجو برد والدنيا بتبقى ضلمة أكتر، كمان الساعة 5 بتبقى لسه الشمس ما طلعتش، في الصيف لا بتبقى الشمس طلعت، التمرين في الشتاء أصعب؟ أصعب بكتير يعني برد، يعني الجو أصلا بيبقى أنت أصلا عشان تنزلي مركب إن أنت تكوني لابسة لبس كتير قوي دي حاجة متعبة، يعني ممكن الأدفة ما تريحكيش، تلاقي المدف ساعات بيخش في جيب الجاكيت وحاجات كده، فتضطري تقلعي كل ده، فبتكوني مثلا اخر التيشيرت بكم ولا حاجه والجو يكون برد قوي وممكن الدنيا تمطر ومش هتكوني شايفه حاجه عشان 5 الصبح وما ينفعش تاخري التمرين عشان المدرسه، فبيبقى صعب بس احنا متعودين خلاص. يعني تحسيش كده انه ممكن لا انا هنام النهارده انا متدفيه فانا خلاص مش هنزل؟ انا كل يوم بحس كده بس بنقوم برضه، يعني هو انت بتحسي كده في ساعتها، بس لما بتقومي بتلاقي خلاص الموضوع عادي يعني، وانا صحيت وفايقه جدا وخلاص هروح اتمرن. طبعا انا مش هسالك السؤال ده لان انت لسه مجاوب حالا، لا بتاخد الموضوع تشالنج تحدي وبتنزل على طول صح؟ طيب قولي ايه البطولات اللي جايه بقى وبتستعدوا ليها ازاي دلوقتي؟ في بطوله جايه في شهر 12 بطوله افريقيا، بس الكوستل الكلاسيك بقى، مش كوستل اللي هو الروين كلاسيك، في الكوستل وفي الكلاسيك، هو دي التأديف العادي في المركب العادية بتاعتك في النيل مش في بحر ولا حاجة. هننزل يعني هنقعد بقى نعمل التشكيلات وهنبتدي نصفي ونتمرن الأول نجيب مستوى، وبعد كده نصفي طبعا ما بيننا وما بين بعضين يعني انتوا نورتوني الحقيقة عمر وهنا، واحنا كلنا فخورين بيكو انه ميدالية ذهبية، وكمان هنا ما شاء الله انا شايفة اكتر من ميدالية جنبك، فبجد انتوا شرفتونا، ومتهيألي احنا هنشوف كمان في الوقت اللي جاي انجازات اكبر وميداليات اكتر منكم. طبعا كان معانا عمر القماطي حاصل على الميداليه الذهبيه في سباق زوجي مزدوج المجديه في ناشئين، ايضا اللاعبه هنا باسم الحاصله على الميداليه الفضيه في سباق فردي ناشئات.